الشكر للمرجعية الدينية العليا صمام الأمان التي بهذه الفتوى التاريخية بصراحة عادت للعراق اعتباره. لم تكن الفتوى لتصدر لو لم يكن هنالك تحسب وتوقع للاستجابة، وهذا ديدا مرجعيتنا الحكيمة دائما. الاستجابة كانت تفوق التصورات، النتائج أثبتت صدق الأطروحة، المستقبل الذي ننتظره أثبت بأن الفتوى كانت صحيحة، الاستجابة كانت عالية، التهيئة والاستعداد والتضحيات من قبل الحركات الجهادية من قبل أبناء الشعب العراقي كانت بمستوى التحدي.